محمد شكري والركنيه للنادي الاهلي. ركنيه اتلعبت واتعلقت، وادي ضربه الراس، جول 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 جوه، جول، هدف خامس للنادي الاهلي. نجم اللقاء الاول مصطفى فوزي يضع هدف خامس للنادي الاهلي، والركله الركنيه اتلعبت على القائم البعيد وضربه الراس من نجم اللقاء الاول مصطفى فوزي وضع هدف خامس للنادي الاهلي. دلوقتي جماهير النادي الاهلي تقول لك عايزين الهدف السادس، يعني لقطه من اللقطات اللي دايما اول ما الهدف الخامس يجي جماهير النادي الاهلي على طول تفكر في الهدف السادس. هيطلع ابراهيم السيد وهيطلع مصطفى فوزي، هينزل اللاعب احمد الشامي وهينزل اللاعب عبد الرحمن سنجاب. ادي الهدف مره ثانيه اتلعبت، وادي مصطفى وارتقاء وضربه راس في قلب المرمى، قلب المرمى يا حبيبي. بص بص الطلوع، وادي يا سلام كاحد رواد الفضاء، يعني نقطة